الحر إلى قطز من ملك الملوك شرقا وغربا إلى قطز الذي هو من جنس المماليك الذين هربوا من تحت سيوفنا إلى الأقاليم. نحن جند الله في أرضه. خلقنا من سخطه وصلنا على من حل به غضبه. فلم بجميع البلاد معتبر ومن مهابنا ومن عزمنا مستقر. فاتعظوا بغيركم واسلموا لنا امركم قبل ان ينكشف الغطاء فترمي نحوكم شراريه فلا تجدون منا جاها ولا عزا ولا كافيا ولا حزا. فقد انصفنا اذا راسلناكم وايقظناكم اذ حضرناكم فما بقى لنا مقصد سواكم. والسلام علينا وعليكم وعلى من طاع الهدى وخشي عواقب الردى واطاع الملك الاعلى. ولكم ملكم. نعمل فيه ايه يا قطز؟ إن استسلمنا فالظن والعلم عند الله أنه سوف يقتلنا ويستبيح نساءنا ويقتل أطفالنا كما فعل بالبلدان الأخرى. تمام. وإن حاربنا فتلك حرب للدفاع عن شرفنا والدفاع عن أرضنا. إذن هي الحرب. استاذ الحرب يلا يا جماعة. يلا نعمل إيه؟ وأنت موقفك إيه؟ هتعمل في إيه؟ أطلعوا أيها الكلاد فلترسلوا برأسي إلى هلاكو وليعلم أن في بلاد المسلمين قطز. أما لكم من سيوفنا من خلاص ولا من مهاباتنا مناص ولا من فخيرنا سوار وسهامنا خوار وسيوفنا سوار وقلوبنا كالجبال وأعداننا كالرمل والحصون لدينا لا تمنع والعساكر لقتالنا لا تنفع. فإنكم أكلتم الحرام ولا تعرفون عند الكلام وخنتم العهود والإيمان وفشى فيكم العقوق والعصيان. برب الجواد قبل أن تظلم الحرب نارها وترمي نحوكم شرارها فلا تجدون جاها ولا عزا ولا كافيا ولا حرزا. فقد أنصفنا إذ راسلناكم وإيقظناكم إذ حضرناكم فما بقى لنا مقصدا سواكم. والسلام علينا وعليكم وعلى من أطاع الهدى وخشي عواقب الردى. لأنك عايزة تحتل بطلعين تريد في الموضوع ده؟ لا طبعا. رد يا مصريين. أنا مش واقف لدرعيكم إيه؟ لا ردوا. أنا مش سمعكم. لا الزيادة دي طول عمرها هتفضل للمصريين. الناس ديت الرحمة اتشالت من أهلهم. ربنا شغال هنا من زمان. طول عمرنا هنفضل مصريين والدولة دي هتفضل بتاعتنا. أيوه. وتصلي تروح للملك بتاعك وتقول له أي حد هيعدي بالدولة ديت هعمل له إيه؟ هعمل له يا مصريين؟ هطيره من قبل. اتفضل اطلع بره.